السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أحبائي في كل مكان، أتمنى لكم جمعة مباركة. اليوم عندي حالة لشاب مغربي بترت رجله على إثر مرض أصابه، يستنجد بكم لمساعدته بأي شيء، فهو يعاني من المواصلات، يعاني من السكن البعيد عن المستشفى، زوجته كذلك حامل، يعني معاناة في معاناة، ويتقاضى أجرا زهيدا من الدولة لا يتعدى 300 يورو في الشهر، وتنقطع عنه بعض الأحيان، فهو ببطاقة إقامة لمدة سنتين. يستنجد بكم ويتمنى منكم أن تساعدوه بأي شيء تستطيعونه. أتمنى أن تتفاعلوا مع هذا الفيديو الذي سوف ترونه الآن، وأتمنى من الله أن يجد هذا الفيديو أذانا ساغية وقلوبا رحيمة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أترككم مع مشاهدة الفيديو الذي بعته إلي مع رابط يحمل رقم هاتفه لكل من يريد أن يتصل به. السلام عليكم أخوتي، بغيت نوجه واحد النداء لأي واحد شاف هذا الفيديو هذا. أنا كنت عايش في إيطاليا من 2010، كنت بخير، خدام صحيح، كنخدم وكل شيء. وقع لي واحد المرض، لي مرضات لي رجلية، مرضات لي الركبة ديال رجلية، مرض تومور. بقيت كنعالج فيها، درت لا كيمياء، بقيت كنعالج، داروا لي، حيدوا لي الركبة ديالي، داروا لي ركبة اصطناعية. هذيك الركبة الاصطناعية ما نجحتش لي في رجلية، درت لي واحد ليكويد، واحد الماء كيولى كيخرج لي من رجلية. بقيت كنعالج، بقيت كنمشي للسبيطار كيعالجو، كينقيو لي رجلي من داك الماء، كينقيو، ما وصلنا حتى شي نتيجه. الطبيب قال لي ودي احسن لك حاجه هو انك باقي صغير، تقطع رجليك ودير رجل اصطناعيه باش يمكن لك تكمل الحياه ديالك طبيعي. وفعلا حيدت رجليا ودرت رجل اصطناعيه، ولكن رجل اصطناعيه ما كتساعدنيش بزاف، لان درتها ما صايبوش ليا العبار مزيان على حساب رجليا، كتضبرني. المشكل هو انني كنسكن في واحد الفيلاج بعيد على ستاسيون ديال التران، بعيد على الترونسبور، تلقى ديما عراقيل، ما تلقاش اللي يوصلني للستاسيون، ما كنلقاش اللي يديني للسبيطار، ديما كنلقى راسي ديما في هذا المشكل ديال الترونسبور. ومن بعد دفعت لي الفاليديتا وخديتها، خرجت لي الفاليديتا فيها 100%، لان رجلي مقطوعه من فوق الركبه، وكيعطوني 290 اورو في الشهر، 290 اورو في الشهر، وانا كاري 200 اورو، ما كدير لي حتى شي حاجه. ما مشيت لعند الباترونات باش ندفع شي دوماندات، معاونات اخرين باش نستافد من شي دوماندات ديال سبيزا، ديال الكرا، يخلصوا ديال الكرا كموني. ما تيقولوا لي انت عندك لي فاليديتا، ما عندكش الحق، ما كيبغوش يساعدوني، ما عرفتش علاش. الناس نصحوني باش انني نبدل السكن ديالي من هنا، نمشي للشمال، ولكن باش نمشي للشمال خاصني يساعدني باش غنمشي للشمال، ما نلحقش انا نلحق ونمشي للشمال، خاص اللي غيساعدني. انا كاينه معايا الزوجه ديالي هنا، داكشي علاش كاري الدار 200 بوحدي. الا بغيت نمشي للشمال خاصني يساعدني، انا ما عنديش الامكانيات باش غادي نمشي نكري دار في الشمال، والكرا في الشمال غالي بزاف، انا ما عنديش الامكانيات هنا، والكرا كيغلبني. ودابا كنوجه هذا النداء ديالي لاي واحد اللي شاف هذا الفيديو، الا كانت شي مساعده قانونيه، كنتمنى انا شي واحد يساعدني شي مساعده قانونيه يوقف معايا باش نستافد من الحقوق ديالي. هذا هو الطلب ديالي اللي كنطلب انا. وهذا الفيديو ما درتوش غير واحد السيد عنده قناه هو اللي شجعني باش ندير هذا الفيديو، وانا ما قدرتش باش ندير الفيديو، هو شجعني قال لي دير هذا الفيديو وراه الناس يقدروا يتضامنوا معك. وانا كنتمنى من الناس الا كان شي حد اللي غيساعدني شي مساعده اجتماعيه، بغيت نبدل السكن ديالي، حيت هنا في الجنوب ديال ايطاليا ما كيعطوكش الحقوق ديالك كاملين، ما كتستافد من حتى شي حاجه، واخا تمشي لعندهم مثلا غال كموني، بغيت غير نستافد غير من ديك المعاونه ديال سبيزا، ما عطاوهاش ليا. كنمشي كيقولوا لك ما مقيدش، خاصك تجي تقيد. ملي كنمشي نتقيد، ملي كتوصل الوقيته باش نتقيد، تيقولوا لك ما سالينا، ما بقاش، جا صافي سالينا، ما بقاش. كنبقى راسي ديما كنستافد من والو. وهذو هما الاوراق ديال الاقامه ديالي،
كنعيش في النواحي ديال كازيرقا افيرسا وبالضبط في تشيزا بعيد عليا ستاسيون بشي 3 كيلومتر بحال هكاك. بعض المرات كنمشي غير رجلي كنمشي دقه دقه وكنتمشى بالعكاز كنتمشاش بالعكاز واخا ديال البروتيج باقي كنتمشى بالعكاز لان البروتيج ما مساعدني في حتى شي حاجه. هادو هما الاوراق ديال الاقامه ديالي، هذا البيرميسو وهذه التيسيره سانيتاريا وهذه كارتا دينديتا ديالي اللي كاينه هنا اللي عندي. واللي شاف هذا الفيديو يساعدني شي مساعده قانونيه اللي يوجهني مزيان، ولا حيت انا هنا في الجنوب ما كنستافد من والو. الطلب ديالي هو انني نتحول للشمال، اي بلاصه في الشمال، المهم غير شي بلاصه اللي يعطوني الحقوق ديالي. هذا هو الطلب ديالي وشكرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.